طيب نروح بقى لمحمد شريف، كنا لسه بنتكلم عليه. يمكن بيتسو موسيماني حرص ان هو يتكلم على او يتكلم مع محمد شريف لاعب الفريق، وان هو يحفزه قبل انطلاق التدريبات النهارده الصبح عن بعض الامور الفنيه. يمكن موسيماني كان بيشيد الحقيقه بالمستوى اللي ظهر عليه محمد شريف في لقاء مصر المقصه، واللي انتهى طبعا بفوز الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد للمقصه، واكد كمان للاعب ان هو مستني منه كتير قوي خلال الفتره اللي جايه. وزي ما قلنا لحضراتكم يمكن موسيماني قرر ان هو يمنح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات بكره على ان يستأنف التدريبات يوم الاربعاء، طبعا استعدادا لمواجهه غزل المحله. وبالحديث عن محمد شريف، يمكن كان موسيماني بيقول في المؤتمر الصحفي ان هو شايف ان هدف محمد شريف كان صحيح ومش تسلل، ولكن هو محتاج يشوفه تاني بعد المباراه. انت كنت انا شفته مش تسلل بصراحه، وانا شفته مش تسلل، وبعيدا عن انه محمد ما سجلش او ان الهدف اللي حطه او سجله يعني كان صحيح ولكن اتلغى بداية تسلل. خليني اقول لك انه محمد شريف محسسني طول الوقت انه مصدر خطوره. مهم جدا ان المهاجم سواء من بره الصندوق او وهو جوه الصندوق يحسسك انه في اي كره او في اي فرصه عنده القدره انه يوصل ويخلص، مش بالضروره حتى يخلص هو. يعني شفنا كره عملها لقفشه كانت برضو تعتبر هدف تقريبا شبه مؤكد، ولكن فعلا يعني قفشه اتاخر فيها شويه. لكن اكتر حاجه ميزت محمد شريف امبارح انه مهاجم عنده القدره انه يحسسك طول الوقت انه مصدر خطوره للفريق اللي قدامك، وده طبعا الدور الاساسي والدور الرئيسي لاي مهاجم.